طيب انا عادي اسال مصطفى الشاهد في الموضوع. الشاهد ما في شاهد. المهم ان عندنا مصلخ، المصلخ في عمال وعمال ايش مربين حمام. اوه حلوين، حلو حلو. جيبها لنا يوم جيبها لنا قدنا مرينا الرجال باقي يطردنا. هو ماسك الحين صار بيمسح خلاص. رايح رايح يوم الجمعه عنده لسته بيفضح بنا ويعلقنا تعرف. وانا ما قد جاء يوم من الايام اسمي يوم الجمعه. شباب يجي عليهم سوابق عادي. يذكركم في الخطبه؟ لا بعد الخطبه في الميكروفون على طول. حلو على طول. شوف البيعه جلد تشهير وجلد. المهم الشباب عليهم سوابق يعني عادي هم بايعين بريال ما علي سوابق اجفل اطير الارض ملمسها فوق. المهم جاتني فكره وانا اجفل خذيت غار وعين في الحمام يحق لهم بحذفه بحذف الهنود طلع الهنود يحسب انه قطبه. المهم منهم رصوه يا رجال رصوه 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 للي بقه الارض. حن جفلنا من الغباء درنا مره ثانيه عجبنا الوضع ان نحذف هو خلاص راح خويكم اللي يطردنا رصوا لي ما العمار رصوا بطوح بطوح هنا خلاص اسمه يوم الجمعه بكره. المهم رصوا خوينا خويكم شلون؟ المهم رجعنا مره ثانيه خذينا غيرا عجبنا الوضع حن. عجبنا الوضع نحذف العمال نحذف العمال انا من الغباء اني احذف وقاعد ورا الشبكه حق ما يجيبون الغنم يهبون الشبكه عند المصرخ قاعد ورا الشبكه احد من قريب ابوهم يطلعون يدورون في الشارع وناخذ الحمام. المهم اخويكم يوم قدوم اخذ حمامه لا في الليل الهنديه جسد صادني فرق على الحمام واجي كم الموضوع شاف ان ايه ادرك ان ادري ما ضاع بايخه بسبب سالتني سالتني يوم يوم لا والله حلوه بس لا انا ما اعرف النقطه انا عندي يوم مسكوا ذا ايوه ابغى اختم هذاك الوقت اختمها اختمها اي فيوم فك الحمام في وجهه طق اللي جبل ايش سوى عندي باقي عندي 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 اصبر تبرد امسكها لي ما على طول وانت افضحها في الجمعة افضحها كمل الموضوع كمل خلا يمشي خلاص الربع في 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 طرت علي لعبة دقيقة دقيقة لا عندي عندي متى افضل وقت في الختمة لا تقول بكره اسمي في الجمعة ضحكنا ما اقدر طيب اسلم انت يوم يوم جات كاملة سالم في يوم المدرس انا والمدرس الله يوم المدرس الخبر ما يسجل انت انت استديو ثلاثة انا كمل ما انتهى انا احسب سالفتي ذي كلها قد انتهى استديو ثلاثة سالفت يا رجال ها شوف اقسم بالله اسلم اسلم سالفت يا رجال هذا انا شربوت قبل يبز ابو علي بو يعني زاحف زاحف ابو علي بو شبابي إيه اختلاف اللهجات لا يفسد للود قضية زاحف. يا سلام المهم طول العمر عندنا آية حفظها الوكاد بقوم يطول العمر المدرس المدرس ما يدري صوت يجي يعني تعال يا هادي سمعني يلا اقعد انا ارتل وذا اعطيه واقرا 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 يوم دنق براسه مدرس هيبه هي ولد اشو دنق براسه مدرس حقي دنق براسه وشو يدن الهاشمي يبكي قول اي والله خشم صوتك يا ولد انا ذاك اليوم ما عاد قصران قدامه خلاص وقف يسمع ما سمع له ما اسمع اقول له حافظ بس حافظ بس تكفى تقدر تخليني اقرا جاي من بكاء اجعني لا على قلب والله اجعني اجعني اي لو انك خليت تعلم يا ابا انا بقول ما اقول شو طولها طيب يا الربع يا الربع اي لو انك خليت يكملها برا كان الشباب خذوا عظه وعبره كلهم من الموضوع هذا اي والله ما خليته زين الربع هدوء واحد الصوت نبي نلعب نلعب ايش كامل الالعاب تعبت ما بلعب لا لا لعبه وانت قاعد ثابت لا ما نبغى اللهم صل وسلم عليه يلا ايش لعبتك تفضل ايش انت تقول تشوي من اليوم كنت مثلي يسلم قصيده كانت اما ايش تشوي اعطنا قصيده بالله اعطنا قصيده اسلم لا لا انا ابغى قصيده من هنا سمعت بعض قصيده والله عايض جد عايض تقاطعني يا اخوي انا ابغى قصيده يلا اعطنا قصيده اللي في الغرفه يقول يا عايض الدنيا لها الوان واشكال اصبر ما دام ان الكرامه سليمه هذه هي الدنيا على مر الاجيال يوم اللقاح ويوم تصبح عقيمه واحذر يغرونك كبيرين الازوال ازوال لكن خافيتها عظيمه
والله لو بطلع خفيات الأنذال لخلي المغرم يدور غريمة. أحشم رجالا علشان رجال من حشمته ندر الجيه اللئيمة. نقدر الطيب على مر الأجيال لولاه نبشنا العلوم القديمة. حنا نعدل خايب الفكر الأمال اللي يشاور بالمجالس حريمة. أحد اللي ياخذ له مرة صار واجتال واحد انتقوده مثل قود البهيمة. الله الله صاحب دينكم يا ربي الله يطول عمرك. هذا بعض مما عندي. هذا شنو زين؟ عابلنا بالله لعبة. أنا جالس خلوني. لا لا هذه عمل 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 عمل. والله سمعته. عمل يا ربي شيلة قاعد أشتغل عليها بصوتي. لا تكفى. سلم لي على البرنامج. سلم لي على الأذان. سلم لك. عايض. أنت شيلة. الحين أمد يدي ما تسلم حرام ترى. ما يجوز. خلي يسلم غاف. عايض. سلم لي على البرنامج. تعال ابيك السالفه تعال ذاك اليوم كم شم 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 الموضوع ذاك اليوم لا يا شم شم ابو ملا اسمعوا يا رجال اسمعوا صلوا على النبي وقولوا يا اللهم صل وسلم عليه والله ما اقدر تعبان شنو شنو اجيب لك قهوه عشان تغني اعطيهم سالفه انا ايش يكون غير الله وجهك سم في سام عدوك في سم تقول سم سم عدوك سم اسلم في لعبه يرجع والله صدق الحين رجال اقول ايه بنلعب ذي المسلسل كل اثنين صح شوي مسلسل دقيقه ايش هذا تسكت لا والله يلا يلا اوجد الفرق اوجد الفرق ماشي فرق ايه وجهك تقلبها خلاص والله حلو انت كلك خشب ولا كذا انا خويك احنا كم شخص خمسة خالفة الثنائي شمسون علي وش بكره؟ بكره الجمعة عطنا سالفة أمس بكره الجمعة؟ وعلى الخيل وذاك اليوم ايوه كيف بكره الجمعة؟ اليوم اليوم الجمعة بجيب بكره الأحد علم يا غبي دخلنا جمعة احنا دخلنا جمعة اليوم الأحد اليوم السبت الأحد بكره اليوم الأحد اسمحنا على الأحد الحين ايه ايه سالفة الخيل بكره بالخيل الخيل والليل والبيدات تعرف تشني يا أحمد والله كيف طالع انت تقول ذاك اليوم اعرف الخيل 70 فيلم كيف طالع كنت صغير وش ال 30 فيلم اللي اقصد هذا سبلت على ما بقول لك هو مجنون شايف نفسه الله كأني قد سمعت مسفر مسفر اي والله مسفر اذا جبت خيل مسفر ربع ساعه بس تحمل مسفر اذا جبت خيل البرنامج ما تشوفه مشعل وجبتها للبرنامج ايش ممكن صار داعك الجر غير شكرا وغير بيض الله وجهك ايش تخيل برنامج وجالس يسجلها ايش يعني ايش بيسوي بيغزي يسجلها وش ادخل على الاداره بيفتحها هو يسوي افهم مني يا اذا جبت خيل اقول انا جبت خيل وكلمت الاداره ودخلت قدوينا في الحوض ايش لي ما حقك تركب انت من انت يا اخي لا ايش تعطيني انت هديه انا اكبر هديه لك حلو يا كيوت يا فنون الرد اطلع فاصل يا بندنا نحن دقيقة لا اذا جبت لخير يفتح القرى انا اكتشفت بندنا يشبه بعضه بس بدون دقيقة والله العظيم حلوة هذه تحسن والله بعضه بدون دقيقة وش انا حلوة لا لا بندنعة بندنعة خلنا نقلب هذا الباب والله فيني الضحك لا خلنا نقلب هذا الباب لا هذا ولد عم منيب اللي يعطينا المكان يا جاسم يا عبد الله يا جاسم يا جاسم يا جاسم لا اسمع اللي يعطينا المايك يا عبد الله منيب تصاح بيتك صلة رحم تحط يدك على اخوانك ابن دلع تحط يدك على كتفي يصير عندك 6 اصابع يا عيال يا عيال حجوني
ايوه لا جوال لا شيء فرغوا في واحد عجبتني عاير قالها عاير ايش هي ايش هي تكفى انا اذبح تكفى 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 تقلع باي خلاص لا والله والله تقلع باي عنده عنده شو تقدر تسوون هالمدرسه اللي الانسان اللي عصى كذا لا 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 خالد عنده واحدة خالد عنده واحدة يا ولد تعبت أنا بس أنا خاف استبعاد بكرة على قطعتي خلاص يا ولد بس نسبتنا حلوة متسابقين يشبهون الإدارة ما عجب عندك إيش بس عود العتيبي هذا بابا هذا ولد منيب عندك ولا تقدر تقول أستاذ سعد هذا المعد سالم الشراني عندنا واحد اضحك عندنا واحد اسمه لاعب محمد دعية خالد ما عنده مسفر ابو دقل تسلق بنزيمة يا عيال عندنا واحد اسمه واحد ما تتوقع فرعون غديبة 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 لا لا في شخصين ما قدرت تجونهم في الجلسة بيتي عايض ومسفر ليه؟ لا ما خلاني عايض لا عايض مليون بالضرب عراق من ايش طيب عايض؟ عايض عايض ولا شفت الثلاجة هذا واحد بس رقاق شفت اذا عانت وجهي مايك مايك عايض عايض مايك انت يوم سولفت الطين خالد انقبلت في البرنامج صح؟ اي والله الحمد لله عقبال فكك برا ناسي ها حنج بك جديدة هلا نادر لا لا هو فكه طلع مقرن ستة ماشي يا عيال جيب وفرر جيب والله ما تعرض لها جيب والله ما عشان تحت الباب والله ما تحت الباب مصيبة لا والله اليوم يا ربع نوم خلاص يا رجال ترى جميل جات بنزيما تشيرت اشوف اجل شيء خليك مالك اقطع ليزك ايش طاقتي منها طاقتي دي سعد خليني اشوف الترجمه ايش قال ابشروا بالسعد ابشروا بالسعد وابشروا بالخير لكم عندي بشاره ملكيه والله شيء بشاره غير ابشروا سعود القحطاع سعود العتيبي لا لا بشاره اكثر واحد توسع خاطره انت ابشروا بالسعد ابشروا بالخير في ملعب كوره لا لا ابشروا ملعب صابوني قالوا بس باقي سبع دقائق وبعدين علم حق زلفك لا وش زلفي يا اخي مو انا ابغى سبع دقائق يا ولد ركز يا عيال خير اذا خلص القوم 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 والله اني قدرت الله هجت هجت انا قد علمت ليه 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 انت عرفت قال يطلع العيال انا عندي دبه يا شباب شوف بلوس ترى راح تقرب من احنا سوا الا دبه هذا تبغى برنامج الاخر هذه ربيت عليه يا ولد بس جاني خصم عييت ايش مغلق مغلق يلا يلا عزز عشان والله انه خايس ثلاث حقت لي ايوه علوك ايش يجبه بتي
باقي اذنهم من هبلين العيال هنا كذا ذاك الولد اللي بسكت ابوه لا 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 يلا يلا افتح يطلع 5 ريال داخل هذا بعد بطاطس تسعلك ما احب التنكيت يجيني نكتة عليك لا تكبر رحت كأنك لاعب لاعب قديم نجوم العالم يا اخي صدق يا اخي خلاص قصايد مغلقين 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 والله العظيم بلاك تطلع برا العزيزي يا لا لا تروح هناك فهد القيس يغني تجي نادر يسوي شاي وقهوه شنو نبي جلسه شماته نبي شمات يا عيال باقي بسوي لكم جلسه وعلي على التوب جيك توك معضل يقرهم قصه جلسه بخور مشيت لا 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 دقيقة وش الجلسة؟ كل واحد يجي يبخر على الثاني مثلا انا شفتك تاخرت يوم على الصلاة عرفت؟ صلاة الظهر نجي في الجلسة يا عيال فلان تاخر على الصلاة طيب دقيقة انا وفلان وفلان والله بسلمك اول واحد احنا ننام بعد الفجر نقعد على صلاة الظهر طلاب التقنية يطلعون برا يعطيك يدي لا عادي عادي بخور طالب ابتدائي جسمك كله سيدة ما في اي شيء ما في زوائد فوق شيء اي كانوا عصن اي كانوا كنت شوزن قبل اي اي اذا خلصت الادوات في بيتهم ياخذون مسطره سين مش خلاص اوكي نوم العوافي تبغى الحاف تبغى الحاف عشان اقول ولا حاف الدافي انت والله لبيه ها تعرف ان لا تغيب.